طبعا الظروف اللي فيها الزمالك حاليا اذا كان بيع زيزو هيخلينا ما ناخدش القرض فده افضل. تعويض زيزو ممكن من الناشئين او ممكن من محترف، بس كل اللي مشتريه يعني ايه راجل بيعرف يشتري لعيبه كويسه ويعوض مكانه. طبعا احنا ما نتمناش ان زيزو يتباع ولا احمد فتوح يتباع ولا اللعيبه بتاعتنا دي، يعني ما هو شيكابالا ممكن يمشي. احنا نتمنى بس الحفاظ على كيان الفرقه، اهم حاجه في نادي الزمالك نتمناها ان انت لما تعمل فرقه بتاخد دوري لمده سنتين حافظ عليها خمس ست سنين، الفرق الثانيه بتعمل كده. لا طبعا، لان زيزو يعني من اهم العناصر الفرقه وهو اللي يعتبر شايل للفرقه واحسن لاعب في مصر، فلا طبعا ممكن يجيب فلوس بطريقه ثانيه، انما زيزو لا، يعني زيزو اهم لاعب في الفرقه وهو من اهم اللعيبه في مصر، وعايزين ننافس على البطولات، يعني بدل ما نجيب صفقات هنبيع احسن لاعب احسن لعيبه، لا ما ينفعش. لا طبعا مش موافق، عشان زيزو من اللعيبه الاساسيه بتاعت الفريق ومن اهم العناصر او لعيب مهم جدا في الفريق، فلو في الازمات الماليه ممكن تتحل باي طريقه تانية. ما اعتقدش ان زيزو ينفع النادي يبيعه، لان زيزو دلوقتي في نادي الزمالك هو الطب، مفيش حد احسن منه دلوقتي في نادي الزمالك، ففكره ان النادي يبيع زيزو عشان ينعش الخزينه بتاعته بفلوس فمش هيقدر يشتري حد تاني زي زيزو حتى لو باع زيزو. موافق بشرط، هل لما الفلوس دي هتخش خزينه النادي هتصرف في اولويات صح ولا هتصرف في اولويات هي مش اولويات؟ فلو اتصرفت في اولويات فعليه للاضافه اهلا وسهلا.